انا بقى مستعد له قد ايه، او انا عامل رصيد قد ايه، ده موضوع تاني. انما الموضوع الاساسي ان في جاي لي دخل، الدخل ده هيقل منه نسبه، النسبه ديت مش متفقين عليها، او مش 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 ماضيين اتفاق عليها. ها، مش اتفاق عليها بس، وبقيه السنين بقى لما نيجي نشغل ولما مش متفقين، ما فيش اتفاق مكتوب. قبل ما نتكلم على استعدادات مصر لمواجهة هذه الصدمة، أيضا وزير الخارجية كان له تصريح أننا لن نقبل بأي ضرر لحصتنا المائية، فسر لي لن نقبل دي. هي ببساطة خالص دي مش هيقبلها الدولة المصرية، وأنا قلتها قبل كده التصريحات قبل كده، الدولة المصرية لن تقبل بحدوث أزمة مائية في مصر، ولن تقبل بتصرف أحادي غير قانوني، لأن في العرف القانون ده زي ما شرحت في الأول إحنا ما اتفقناش، ما مضيناش اتفاق إن أنت هتعمل كده، فده كده يبقى مخالف للقانون، وبالتالي بقى في بقى يعني إجراءات تانية تتاخد. الإجراءات التانية إيه تسألين عليها؟ إيه بقى الإجراءات التانية؟ أنا بتكلم برضو عشان الناس تبقى عارفة، إحنا بنتكلم دولة، وزي ما قلت ده ملف الدولة المصرية، أنا أتكلم عن الحاجات الفنية ونسيب لبقية المختصين كل واحد في تخصصه، فأنا ما بحبش أخرج بره التخصص بتاعي. لكن من إنما مثلا إيه إجراءات فنية للتعامل، جاهزية للتعامل مع أزمة وتخفيف منها، مع الصدمة زي ما أنا قلت قبل كده والتخفيف منها، ممكن نتكلم عليها باستفاضة عشان الناس تعرف إن الدولة ما كانتش ساكتة على مدار الفترة اللي فاتت كلها. خلينا نتكلم إذن عن الاستعدادات. حضرتك قلت لي أن هذا سيؤثر على حصة مصر، لكن لدينا استعدادات، ما هي استعدادات الدولة لمواجهة هذه الصدمة؟ هي ببساطة خالص زي ما قلت، أنت جايلك إيراد، الإيراد ده اتخصم منه نسبة أو هيتخصم منه نسبة، فلو أنا مش عندي مخزون أو عامل حسابي باحتياطي يتعامل مع النقص دوت، هيبقى مشكلة. فانا بالظبط دي الاجراءات اللي عملنا اجراءات ايه، ودي على فكره ممكن الناس بتشوفها وتلمسها بس ما بيفسروهاش، يعني انتوا عملتوا ايه. لو جينا كده باحدث حاجه، الري الحديث في الاراضي القديمه، بندخل ري بالتنقيط، وبندخل بنوزع الفلاحين، وهنوزع مقاييس لقياس الرطوبه في الارض علشان لو يعرف اذا كان محتاج ميه يقدر يروي، ما يرويش على يعني محتاج ومش محتاج، لا وقت ما يكون محتاج يروي هيروي. تبطين الترع اللي احنا كنا بنتكلم كوزاره ري ان احنا عايزين نعمله على 10 سنين، والرئيس قال لا، هو المرحله الاولى سنتين، وبعد كده قلنا نعمل ال 20، قال احنا بنعمل في سنتين 7000 كيلو، احنا خلصنا النهارده 1700 كيلو. ال 7000 كيلو دولت تكلفتهم بتتخطى ال 20 مليار جنيه، ال 20000 كيلو تكلفتهم بتتخطى ال 80 مليار جنيه. طابتين ترع بس، اللي هي الناس في اهل مصر كلنا شغالين في كل المحافظات والناس حساها على الارض. ده جزئيه، الجزئيه الثانيه طب احنا بنعيد استخدام الميه، يعني احنا الميه مواردنا المائيه كلها على بعضيها 60 مليار، استهلاكنا 80. 60 مليار، 55.5 من والباقي مياه جوفيه، من مياه النيل والباقي مياه جوفيه وامطار وخلافه. بالظبط كده. فانا الايراد بتاعي 60 بستهلك 80 واحتياجاتي 114، يعني بنستهلك يعني 60 الايراد 80 الاستهلاك والاحتياجات 114. فحضرتك هتساليني الله ده انت بتستهلك 80 وبيجي لك 60، طب العجز ده بيجيبه منين؟ بنعيد استخدام الميه اكتر من مره، يعني الميه اللي هي بتوصل لملوحه 7000 جزء في المليون. بالنسبه للي مش متخصصين، يعني ايه 7000 جزء في المليون؟ ملوحه البحر 35000 جزء ميه البحر، فدي تقريبا يعني ايه قريبه من ربع الملوحه بتاعت ميه البحر، انا بعيد استخدامها و بدورها اكتر من مره. دي ميه الفلاح بيروي بتنزل في المصارف، بروح واخدها من المصارف ومرجعها تاني للترعة علشان تتخلط بمية النيل ويبتدي يعيد استخدامها. أربع مرات، مفيش دولة في أفريقيا بتعيد استخدام المية زي مصر. احنا بنعيد استخدام المية كم مرة يا فندم؟ على الأقل أربع مرات. أربع مرات. احنا في خلال بعد ما نخلص محطة بحر البقر، محطة الحمام، المحطتين دولت بيعالجوا مية الصرف الزراعي اللي احنا عيدنا استخدامها أربع مرات. هنعالجها تاني ونعيد استخدامها تاني.
دي واحده بتعالج 5.6 مليون متر مكعب في اليوم، والثانيه بتعالج 6 مليون متر مكعب في اليوم. البحر البقر على وشك الانتهاء. الحمام هتاخد لها في خلال، يعني احنا كان الهيئه الهندسيه بتقول هنخلصها في سنتين، الرئيس بيقول لا خلصوها في سنه. فدي ادوات اتعمل حوالي اكتر من 120 محطه خلط، دي ما حدش حس بيها اجراءات يعني. بس نحس بيها امتى بقى؟ لما كان عدد شكاوى الميه سنه 2015 8000 شكوى، والسنه اللي فاتت والسنه دي احنا بنتكلم في 300 شكوى 350 شكوى. معنى كده ايه؟ ان في شغل اتعمل. طب انا بعمل الكلام ده كله ليه؟ علشان اوفر شويه ميه اخزنهم في السد العالي، وبالتالي يبقى دوت ان انا لما يجي لي دخل واتخصم من دخلي جزء، يبقى انا عندي حاجه تانية اسحب منها عشان اعوض النقص دوت. عشان كده بنقول لازم يبقى باتفاق.